شكلت معركة سيف القدس محطة تاريخية في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني، فمنها تأكد أن القضية الفلسطينية عصية على الإلغاء، وأن المطالبة بالحق لم تمت، وأن المقاومة خيار أول للشعب الفلسطيني. حينها تلاحمت الساحات فتوحدت المواجهة من غزة إلى الضفة إلى القدس، وحينها فهم الاحتلال أن الاستفراد بمنطقة فلسطينية أو فصيل فلسطيني سيلقى ردا من الجميع. تلك المعركة أعطت الأمل أنه بالصبر والصمود والمواجهة يمكن تحقيق التحرير. وفي هذا الحلقة ينضم إلينا من القدس المحتلة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة، على أن ينضم إلينا من جنين عضو المجلس الثوري في حركة فتح دكتور جمال حويل. أهلا بك سيد محمد هلسة. قبل أن نبدأ النقاش اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير. يعيش الفلسطينيون في هذه الأيام ذكرى معركة سيف القدس، حيث تؤكد الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية مواصلة عملية التجهيز استعدادا لأي مواجهة مقبلة. تقرير أحمد غانم. عام كامل مضى على انتهاء معركة سيف القدس، لكن المقاومة تواصل عملية الإعداد والتجهيز تحسبا لأي مواجهة مقبلة. تحت الأرض تدور رحى معركة شرسة يخوضها المقاومون بمعاولهم مع طين الأرض، يسابقون الزمن لترميم وبناء ومواصلة الحفر في أحد أهم الأسلحة الاستراتيجية للمقاومة وهي الأنفاق. صور تؤكد جاهزية المقاومة وتفند مزاعم إسرائيل بتدمير أنفاقها الاستراتيجية. منذ انتهاء المعركة وحتى اليوم ضاعفت المقاومة الفلسطينية من قدراتها وإمكانياتها، وأنا أؤكد أن المقاومة الفلسطينية اليوم تمتلك أضعاف وأضعاف ما كانت تمتلكه خلال معركة سيف القدس، وجاهزة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي. فوق الأرض لا تتوقف ورشات التصنيع الحربي عن العمل، فالمقاومة تسعى جاهدة لمضاعفة إنتاجها الصاروخي. أما مرابض الصواريخ فمنها ما أضحى جاهزا وموجها، ومنها ما يجري العمل على تذخيره. عملية متواصلة تتم بتنسيق ميداني في إطار غرفة العمليات المشتركة، التي قالت مصادر فيها للميادين إن المقاومة جاهزة لمعركة جديدة على غرار سيف القدس، وإنها لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك، وإن ما أعدته للمعركة المقبلة سيفاجئ إسرائيل، وإن رهان مؤسستها العسكرية على إضعاف المقاومة واستنزاف قدراتها فشل فشلا ذريعا. أعتقد المقاومة ستفاجئ العدو في كثير من المراحل وفي كثير من الساحات. أعتقد كل المدن الصهيونية الآن باتت تحت مرمى صواريخ المقاومة، ناهيك عن أسلحة الدروع التي تملكها المقاومة، والكثير من المفاجآت ربما تصل إلى مستوى البحر وإلى مستوى أسلحة برية لم تستخدم من قبل. ويرى مراقبون أن رسائل عمليات الإعداد المتواصلة للمقاومة تتجاوز الاستعراض العسكري، بل تشي في ظل التصعيد المتواصل في الضفة والقدس لاحتمالية اندلاع مواجهة جديدة. معركة بعد أخرى تراكم المقاومة الفلسطينية قوتها العسكرية في إطار صراعها المتواصل مع الاحتلال، الذي تنصدم مؤسسته العسكرية عند كل مواجهة بما تحققه المقاومة من إنجازات ميدانية. أحمد غانم، غزة، الميادين. أجدد الترحيب بك سيد محمد هلسة. يعني معركة سيف القدس، أي ثوابت رسخت وأي خطوط حمر رسمت؟ تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام وللسادة المشاهدين. سيف القدس أكدت على أن الكف الفلسطيني سيستمر في مناطحة المخرز الإسرائيلي، وبأن الراية لم تسقط، وبأن هذه المواجهة مصيرها يعني أن تستمر وأن تتواصل. وإسرائيل راهنت من خلال ما تفعله على الأرض من خلال الدم والنار من خلال الحديد بأنها قادرة على كسر شوكة الشعب الفلسطيني، كسر شوكة المقاومة. أثبتت المقاومة في جولتها الأولى أو في جولتها الأخيرة في سيف القدس وحتى هذه اللحظة بأنها كلما اقتلعت زادت نبتا قويا في مكان آخر، وبأن حاضنتها الشعبية تزداد، وبأن محورها يتمتن ويتقوى، وبأنها في كل محطة تمر فيها تكتسب مزيد من الخبرة ومزيد من الدراية ومزيد من القوة ومزيد من الإرادة.
هذا إسرائيل تراه في كل مواجهة وفي معركة الوعي ما بين هذين المحورين، محور إسرائيل ومن معها من المطبعين ومحور المقاومة ومن معها من الجماهير والمقاومين، هذا المحور الطويل الممتد في معركة الوعي، يدرك كل منهما بأنه يسجل مزيدا من النقاط في معركته مع الآخر، في علاقته مع الآخر. إسرائيل باتت أوهن وأضعف، وجمهورها بات يتململ، وجبهتها الداخلية باتت أضعف. هذا بتنا نراه حتى في إطار العمليات الفردية التي توجع هذا الكيان والتي لا يجد الكيان حلا لها. بتنا نجد المجتمع الإسرائيلي أكثر ضعفا وأكثر تململا وأكثر صراخا، وبتنا في الجانب الآخر نجد المقاومة أكثر صلابة وأكثر متانة وأكثر إصرارا وأكثر تحديا. هذه النبرة التي نجدها الآن من زعماء ومن رؤوس محور المقاومة، إن السياسيين أو العسكريين، رأينا كيف كان خطاب النخالة زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ثم تلاه خطاب السنوار، كيف رفعت يعني قيادة محور المقاومة من نبرة تحديها ومن لغتها التي تشي بأنها تستند إلى ركن شديد، تستند إلى معطيات داخلية تؤكد من خلالها بأنها قادرة على أن تخوض جولات وجولات مع هذا المحتل، وتستند أيضا وهذا مهم جدا إلى حاضنة شعبية، إلى رافعة شعبية تحتضن هذه المقاومة. طيب برأيك سيد محمد هلسة، هل استخلصت إسرائيل العبر من هذه الجولة؟ مشكلة إسرائيل ويمينها بأنها تعتقد بأنها كلما آذت الفلسطيني وكلما زادت من إيذائها ومن قوتها كلما كسرت الفلسطيني. إسرائيل للأسف الشديد لم تستفد من تجربة طويلة من النضال الوطني الفلسطيني ومن علاقتها أيضا مع المقاومة الإسلامية في لبنان ومع علاقتها مع محور المقاومة على مجمله. إسرائيل تعتقد بأنها كلما استخدمت القوة كلما متنت نفسها كلما حمت نفسها. هذا الجدار الحديد الذي تتمترس خلفه إسرائيل تعتقد بأنه يحميها، وهذا الذي فشل على امتداد علاقة إسرائيل بالفلسطينيين وعلى امتداد القضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني. إسرائيل للأسف لم تستفد، وإسرائيل في كل تجربة تخوضها مع الفلسطينيين تعتقد بأنها بإمكانها أن تكسرهم بمزيد من الحديد والنار. وها هي ربما من المهم جدا الإشارة هنا بأنها تستقوي بعربان التطبيع، معتقدة بأن حصار الفلسطينيين وبأن حشر الفلسطينيين في الزاوية باستجلاب العرب المطبعين إليها قد يكسر شوكة الفلسطينيين وقد يدفع إلى أن يعني يتراجع الفلسطينيون. للأسف الشديد هذه يعني محطة من محطات إسرائيل أكدت فيها أنها لا تستفيد ولا تتعظ من التجارب. الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وعن قضيته وعن مقدساته. الفلسطيني يوميا يعزز من قناعته بأن هذا الكيان إلى زوال، ويرى يوميا، وأنت ترين كيف يرى الفلسطيني حتى على مستوى الروح المعنوية التي يتحدث بها الفلسطينيون إن أفرادا أو جماعات أو تنظيمات، بأننا بتنا أقرب من تحقيق الحلم بكسر هذا الكيان، بإزالة هذا الكيان. وهذا ما نشهده على صعيد حتى يعني مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية للناس وللأفراد وللجماعات وللتنظيمات، كلهم يعني منتشون بروح الانتصار، بروح التقدم، بروح الممانعة هذه التي يعززها هذا المحور بفعله اليومي وبتصديه اليومي إن على المستوى الشعبي أو على المستوى التنظيمي العسكري. نعم. ولكن يبقى هناك تحديات سيد محمد هلسة. اليوم الأنظار تتجه إلى مسيرة الإعلام التي سمحت بها سلطات الاحتلال في 29 من الشهر الحالي. ما الذي يريده الإسرائيلي بهذه الخطوة، بالسماح بهذه الخطوة برأيكم؟ في اعتقادي بأن إسرائيل في تعاطيها مع مدينة القدس تعتبر بأن مدينة القدس هي مدينة سيادية لها مطلق السيطرة والسيادة عليها، والذي تتساهل فيه في الجوانب التكتيكية في مناطق فلسطينية محتلة أخرى لا يمكن أن تتساهل في التعاطي معه في مدينة القدس بحكم هذه الخصوصية. إسرائيل تريد أن تفرض صورة المدينة السيادية التي لها مطلق السيادة عليها، وبأن أي تنازل في مدينة القدس يعني انكسارها. هي تفهم هذه الرسالة حتى على صعيد مسيرة كمسيرة الإعلام أو على صعيد أي نشاط ممكن أن يقوم به الفلسطيني. رأيت كيف انقضت على جثامين الشهداء، على مسيرات أو على جنازات الشهداء، وفرقت وضربت وقتلت وأصابت. إسرائيل في الجانب الآخر تريد أن توصل رسالة من طرفين، تريد أن توصل رسالة ليمينها الإسرائيلي الذي يتربص بها
بأنها لا تتساهل وبأنها يعني قادرة على فرض يعني سلطتها وإرادتها الكاملة على الفلسطينيين من خلال تمرير هذه المسيرة كما خطط لها كل عام. في الجانب الآخر تريد أن توصل رسالة لفصائل المقاومة الفلسطينية ولمحيط عربي يعني يرقب المشهد، عربي وإسلامي يرقب المشهد، بأن إسرائيل لم تنكسر وبأن إسرائيل ما زالت قادرة على أن تفرض روايتها في مدينة القدس. هذا في الجانب المعنوي مهم جدا بالنسبة لإسرائيل، هي لا تتساهل في هذا الأمر وهي مستعدة أن تغامر في هذه المسألة حتى الحد الأقصى. ما الذي يردع إسرائيل؟ إسرائيل في تجربتنا الطويلة معها تقوم بما تقوم به وهي تقرأ ردة الفعل في الطرف الآخر، فإن وجدت حائط صد، وجدت ممانعة من الطرف الفلسطيني على المستوى الشعبي وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى العسكري من فصائل المقاومة، هي تخطو خطوات إلى الخلف وتتراجع. إذن هي ما تقوم به حتى على مستوى الإعلان عن، وإن لم تحدث هذه المسيرة على مستوى الإعلان، هي تحاول أن تجس النبض، أن تقرأ المشهد. فإن وجدت بأن هنالك تصميم على منع هذه المسيرة في المستوى الشعبي وفي المستوى التنظيمي وفي مستوى الحاضنة الشعبية، هي بالتأكيد ستخطو خطوات إلى الوراء. وأنا بالمناسبة في الواقع نعم المستوى الأمني، ويعني بارليف عمر بارليف عندما صادق على منح المسيرة قال بأن المسألة، منح المسيرة ترخيص، قال بأن المسألة رهنا بالتطورات التي قد تصلنا من المستوى الأمني. يعني هناك هامش للمناورة أو حتى للتراجع. وبكل أحوال سيد محمد، هل يعني المقاومة هددت بأنها سوف تمنع هذه المسيرة إذا ما حصلت؟ انضم إلينا الدكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري في حركة فتح من جنين. أهلا بك دكتور جمال. بداية، ماذا يمكن أن نقول بعد عام على معركة سيف القدس لناحية النتائج والخلاصات؟ يعني بداية نترحم على الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي سقطت في مخيم جنين، وهي تغطي جرائم هذا الاحتلال الصهيوني المجرم منذ أكثر من 20 عاما. أختي العزيزة شيرين أبو عاقلة، اللي كان يعني إلى حظ جيد أن ألتقيها قبل استشهادها بدقائق بسيطة عندما كانت تبعث لنا بالمقابلات عام 2000 و2001 التي قامت بها قناة الجزيرة في جنين في حينه. أيضا نترحم على الشهيد داود زبيدي القائد الوطني الكبير، وهو شقيق زكريا زبيدي الذي حمل الراية وأصر بأن راية المقاومة التي حملها زكريا زبيدي لن تسقط أبدا وستبقى مرفوعة حتى الحرية. أيضا ونترحم اليوم أختي العزيزة على والد الجنرال محمود طوالبي، أحد أهم قادة معركة مخيم جنين عام 2002 الذي ارتقى اليوم إلى العلا، وإن شاء الله مع النبيين والشهداء والصديقين. ونبارك الإفراج لعمار أبو غليون هذا الأسير الذي أمضي 14 عام وأخوه محكوم 11 المؤبد منذ 20 عاما وهدم بيته أكثر من مرة. إذن الحكايات في جنين طويلة وكبيرة، صحيح، تشابه ما يحدث في غزة، وبالتحديد نحن نتحدث عن معركة سيف القدس. هذه المعركة التي باعتقادي كانت لها يعني مؤشرات ودلالات كبيرة جدا جدا على أكثر من مستوى وعلى أكثر من صعيد وعلى أكثر من اتجاه، سواء على الصعيد أهلنا في غزة أو في الضفة الغربية أو فلسطين المحتلة عام 48 أو الفلسطينيين متواجدين في كل مكان. كما تعلمين أختي العزيزة، مثل هذه المعارك منذ معركة الكرامة ومعركة بيروت وقلعة شكيف ومعارك مخيم جنين، هذه المعارك التي عملت وقامت بإحداث تغير نوعي سواء على المستوى الميداني أو على المستوى الثقافي أو على المستوى التعبوي أو على مستوى الردع النسبي لهذا الاحتلال. فجاءت معركة سيف القدس بالتزامن في إيصال رسالة مهمة جدا ممكن البعض ما ينتبه لو أنا أختي العزيز الآن أحلل الواقع كما هو ولا أنظر. نعم. عندما تم توقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، الرئيس ياسر عرفات حاولوا معه أن يكون الاتفاق اسمه اتفاق غزة، ولكن الرئيس أصر أن يكون الاتفاق غزة رام الله، إلى أن جاء حل وسط بأن تكون غزة أريح. ما هي الدلالات في هذا الموضوع؟ الدلالة ياسر عرفات الذي أراد أن يوصلوا بأن غزة ليست بمفصولة عن الضفة الغربية، ليست بمفصولة عن فلسطين المحتلة عام 48. فجاءت يعني عملية ومعركة سيف القدس في الرد على إجرام الاحتلال في حي الشيخ جراح وسلوان وفي كل مكان في اعتداء على الشعب الفلسطيني. وأنا أعتقد أن هذه الوسيلة والطريقة الحقيقية والمثلى لشعبنا الفلسطيني من النهر إلى المحر، أنه إذا الاحتلال الصهيوني قاد معركة ضد منطقة جغرافية معينة سواء كانت القدس أو غزة أو جنين أو طول كرم أو الخليل أو أي مكان، يجب أن يتداعى الجسد الفلسطيني بشكل كامل. وعندما يتداعى يحدث الردع كما تحدث زميل محمد بشكل رائع، أن هذا الاحتلال يدرس ردات الفعل، وإذا وجد أن هناك
يعني تعاطي ويعني ردع لهذا الاحتلال، فأنه يفكر ويحسب حسابا كبيرا جدا. الذي أحدثته معركة سيف القدس على أكثر من صعيد هو أن الوحدة الميدانية وغرفة العمليات المشتركة هي رسالة جنين ورسالة مخيم جنين في الوحدة والمقاومة، وهي رسالة الشعب الفلسطيني الحر في كل مكان. الشيء الثاني بأنه القدس لن نتركها وحيدة، وشعبنا الفلسطيني رغم أنه أهلنا في غزة، والله والله أنا لا أعرف كيف يعيشون أهلنا في غزة، هذا الحصار الظالم منذ أكثر من 17 عام. وهذا بالمناسبة كنت أشرح بالأمس لممثلة كندا في جنين، الحصار الخانق، الأسرة التي لا تجد لقمة عيش، محاصرة البحر وعدم سماح للصياد أن يأكل قوت عياله، الضغط الهائل على غزة، ولكن أهل غزة يتحملون شهداء ودمار وأسرى من أجل القدس ومن أجل مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث والمهم أختي العزيزة، هذه المعركة أوصلت رسالة بأن المقاومة تستطيع أن تدفع الاحتلال ثمن غالي جدا، يفكر مليون مرة قبل أن يخوض أي معركة وأي ضربة لشعبنا الفلسطيني. والآن ما يحدث في جنين هو ردع نسبي على غرار ما حدث في معركة في الواقع. سوف أتطرق إلى موضوع جنين بالتفصيل دكتور جمال، ولكن يعني قلت بأن معركة سيف القدس أوصلت رسالة إلى الاحتلال بأنه لا يمكن المس بالخطوط الحمر، ولكن مع ذلك كنت قد سألت سيد محمد هلسة عن مسيرة الأعلام التي يعني قد تنطلق في 29 من الشهر الحالي، وأريد أن أسألك عن موضوع آخر وربما يشكل استفزازا للفلسطينيين وليس فقط للفلسطينيين وإنما للمسلمين بشكل عام. هدم قبة الصخرة دعوة إسرائيلية أطلقت مجددا، الخارجية الفلسطينية اعتبرتها الوجه الآخر لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي التي وصفته بالمتطرف نفتالي بنت. كيف تنظرون إلى هذه الدعوات في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هذا الاحتلال أختي العزيزة لم يتوقف منذ عام 48 في إجراءاته اللحظية ضد أبناء شعب الفلسطين. كما يعلم أخي محمد هناك لجنة بالحكومة تسمى لجنة إعادة تسمية المكان، هودوا وغيروا أسماء كل الأماكن في فلسطين التاريخية وفي القدس بالتحديد، أعادوا تسمية كل حجر في القدس باسم توراتي حتى يعني يعيدوا دولة ما يسمى الملك داود والملك سليمان. فبالتالي هذا الاحتلال الصهيوني المجرم مستمر في عدوانه، ولكن أحيانا يحاول أن يعطي لبعض الأفعال قيمة أكبر وكأنه شغل استثنائي حتى يعني يتابع ردات الفعل. أنا بقول هذا الاحتلال الصهيوني مستمر في إجرامه اليومي، ويجب أن تكون مواجهة لهذه الإجراءات بشكل يومي وبشكل لحظي، ويجب أن لا نتوقف لحظة واحدة في مواجهة هذا الاحتلال. الآن رأس الحرب في مواجهة هذا الاحتلال هم أبناء القدس وأهلنا في القدس وشعبنا الفلسطيني بشكل كامل، ولكن شعبنا الفلسطيني الذي خرج شبابه وشيبانه ونسائه وأطفاله مسلمين ومسيحيين يحملون نعش شيرين أبو عاقلة، مئات الألاف التي تواجدت هي أثبتت بأن القدس هي لهؤلاء الناس. صحيح. الذين يتواجدون في قلب القدس، وأنا على قناعة تامة بأن هؤلاء الأبطال والمرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى لن يسمحوا لهذا الاحتلال بأن يتمادى بمهما يعني قام من أفعال. وأنا رسالتي للمقاومة في غزة ورسالتي للمقاومين في جنين كما نقول دائما بأننا سندافع عن القدس وسندافع عن غزة وسندافع عن شعبنا الفلسطيني المظلوم والمكور والذي يتعرض للاحتلال. نحن نفتخر ونعتز بأننا ندافع من أجل القدس. عندما سألوا أبطال جنين صبحي وأسعد الذين قاموا في عملية في القلب الصهيوني لماذا قمتم بهذه العمليات، قالوا من أجل القدس. هذه رسالة لكل أبطال الشعب الفلسطيني أينما كان، القدس هي مهوى الفؤاد وهي نظر كل مسلم وكل مسيحي وكل حر في العالم. علينا أن نهب هبة رجل واحد من أجل أن نحمى أقصانا وقدسنا ومصرنا، وإذا فرطنا وسمحنا للاحتلال بالتمادي والتفريط في القدس فنحن لا كرامة ولا قيمة ولا شرف ولا شرعية لنا. واسمح لي أن أسألك سيد محمد هلسة عن نفس الموضوع، مسألة الدعوات لهدم قبة الصخرة، هل تجرؤ إسرائيل يعني على السماح بذلك أو حتى يعني التهديد الفعلي بذلك، خصوصا أن مسيرة الإعلام قلنا بأنها تركت لنفسها هامش للتراجع، هل تجرؤ إسرائيل على الذهاب بذلك؟ ألا يعني ذلك إعلان حرب لن تعرف مساراتها ولن تعرف مآلاتها؟ أولا دعينا نتفق على أن جزء مما تقوم به جماعات الاستيطان والهيكل وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الرسمية بمستوياها الأمني والسياسي هو ترجمة
لهذا الضوء الأخضر التي حصلت عليه من بعد اتفاقيات التطبيع من هذه الأنظمة العربية المهرولة التي أتت لإسرائيل للاصطفاف معها، وكانت فيما مضى يعني تشبع أو تصدع رؤوسنا ضجيجا شجبا واستنكارا في كل حادثة يعني يمس فيها هذا الاحتلال بواحدة من المسلمات والمقدسات العربية الإسلامية في فلسطين وفي مدينة القدس على وجه التحديد. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل يعني لم تأتي بهؤلاء ولم يعني تقرأ ظرف لتتركه، يعني هي تريد توظيفه، هي المشهد في المستوى المحلي وفي المستوى الإقليمي وفي المستوى الدولي تحاول في كل مرة أن تقفز خطوات إلى الأمام، ألا تبقى في المراوحة مكانها، تحديدا فيما يخص مدينة القدس والمسجد الأقصى. هي وصلت إلى مرحلة التقسيم الزماني، ثبتت هذه القضية كحقيقة على الأرض، فرضتها بالحديد والنار، مستغلة حالة الترهل الفلسطينية والانقسام، مستغلة حالة التطبيع العربي، ومستغلة الانشغال الدولي في قضايا مختلفة. الآن إسرائيل لا تكتفي يعني الثبات على هذه الحالة، إسرائيل تريد يعني أن تبقي حتى على مستوى وعينا أن لها مطالبة اسمها هدم المسجد الأقصى والوصول إلى بناء الهيكل. من الضروري بمكان على هؤلاء القوم، حتى وإن بدت الظروف غير مواتية إلى تنفيذ هذه المخططات الجهنمية الجنونية تجاه المسجد الأقصى، التي كما تفضلت يمكن أن تشعل حربا إقليمية دولية وتفجر المشهد في المدينة، لكن من المهم في وعيهم استمرار الإلحاح والمطالبة حتى يبقى في حاضرا في وجدان كل عربي ومسلم بأن إسرائيل لها مطالبة اسمها بناء الهيكل. هذه مهمة جدا في وعيهم، وعي اليمين الإسرائيلي كطرف يريد استحداث هوية في داخل المدينة المقدسة منذ سنوات طويلة، وإسرائيل تريد أن تثبت بأن لها مكان، لها هوية في هذه المنطقة. كل الشواهد تشي بأن إسرائيل ليس لها تاريخ ولم تكن موجودة في هذه المنطقة وليس جزء من هذه الجغرافيا. الآن استمرار الإلحاح في هذه المطالبة هو تعزيز لهذه القناعات في جبهة الوعي الإسرائيلية، وأيضا للضرب في الوعي العربي الفلسطيني الإسلامي في داخل المدينة وعلى مستوى العالم كاملا بأن هؤلاء لهم مطالبة وبأنهم مستمرون بها. الآن المسألة أيضا منوطة بردات أفعالنا، هل يعني نبقى نتعاطى مع المسألة بمنطق اللامبالاة، بمنطق أنه هذا أمر لا يمكن أن يتحقق، أن هذه مجرد خزعبلات؟ كنا نقول عن التقسيم الزماني فيما مضى بأنه خزعبلات، وفوجئنا بأن إسرائيل تفرض التقسيم الزماني على المسجد الأقصى، والآن هذا حقيقة قائمة على الأرض. الآن نحن نتعاطى مع قضية التقسيم المكاني بمنطق اللامبالاة نوعا ما. طبعا أنا لا أتحدث ولا أشمل الجميع، أقصد في مستوى الرسمي العربي تحديدا. يجب أن نتعاطى مع هذه المسألة يعني بمدى خطورتها وبمدى تهديدها. هذا تهديد حقيقي استراتيجي للقيم العربية، للعقيدة العربية، أن تطرح جماعات الهيكل فكرة هدم المسجد. هذه قفزة نوعية جديدة، يجب أن يعني أن تشعل لدينا كل الخطوط الحمر، وأن تدعنا وأن تدفعنا لاتخاذ مواقف أيضا بمستوى هذا التحدي. هذه ليست مناورة إعلامية، هذه ليست دعاية، هذه مخططات تتساوق فيها جماعات الاستيطان والهيكل مع المستوى السياسي الرسمي، وهي تسعى جاهدة لاستثمار اللحظة، لاستثمار الدقيقة، لاستثمار كل ظرف محلي إقليمي دولي لتخطو خطوات إلى الأمام، وإن كانت هادئة ناعمة، إلى الأمام باتجاه الوصول إلى تحقيق هذه المآرب لا سمح الله ولا قدر، وفرضها كحقيقة واقعة نتعاطى معها نحن كفلسطينيين بحكم يعني اعتقادهم بأننا الطرف الأضعف، ويتعاطى معها أيضا العالم العربي الرسمي الجاهز الآن من خلال محور إبراهيم لقبول هذه المسألة. وقد قالوا بأن الديانة الإبراهيمية، ماذا يعني الديانة الإبراهيمية؟ تعني إدخال اليهود المستوطنين التلموديين إلى المسجد الأقصى ومقاسمتهم إياه، وأن يصبحوا جزء طبيعي جدا، وحضورهم في داخل هذا المسجد ووجودهم في داخل هذا المسجد الذي يقاتل الفلسطينيين الآن فيه نيابة عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء، وليس فقط نيابة عن الفلسطينيين، لأن المسجد الأقصى هو عقيدة تخص المسلمين العرب والمسلمين في مختلف بقاع العالم ولا يخص الفلسطينيين وحدهم. دكتور جمال حويل، يعني أذهب معك إلى جنين وقد بدأت بالحديث عنها اليوم. جنين تتصدر المشهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، البعض يقول بأن المعركة المقبلة قد تنطلق شرارتها من جنين، ما هو تعليقك؟
أختي العزيز، يعني الآن أنا بطالب من خلال قناة الميادين، هذه القناة الحرة التي تحافظ على نبض الشارع العربي والإسلامي والفلسطيني وكل حر في العالم من أجل الدفاع عنا. نشكر كل من يدافع عن هذا الشعب الفلسطيني أينما كان، كل الشكر الذي يواصل ليلة بالنهار من أجل استمرار شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وليس الهجوم كما يدعون على اليهود في كل مكان في العالم. عصابات الاستيطان أخت العزيزة وعصابة لهافة التي تدعو لمثل هذه المسيرات وهدم قبة الصخرة كما قال زميلي، لأنهم بيعتقدوا أن هيكل سليمان موجود أسفل المسجد الأقصى، هي من أجل إثبات يهودية هذه الدولة التي لا يوجد لها أي شرعية، ولم يثبت علم الآثار والتاريخ إلى الآن أي شرعية لهذا الاحتلال على هذه الأرض. من هو أخت العزيزة؟ أنطلق بما يؤمن فيه الصهيونية والمسيحية الصهيونية في نهاية التاريخ، يعتقدون بأن نهاية التاريخ ستكون في معركة هرمشدون. هرمشدون أختي العزيزة جبل مجده هو إداريا يتبع جنين، ومن هنا نأتي إلى جنين. أنا أعتقد بأن جنين أخذت القرار الحاسم والحازم بأن لن تسمح أن تهان كرامة شعبنا الفلسطيني، ولن تسمح أن تهان القدس والمقدسات، ولن تسمح باستمرار حصار أهلنا في غزة. جنين التي رضعت وشربت المقاومة والوحدة الوطنية في خلق جامعة ومدرسة، أعتقد يجب أن تدرس في الجامعات، ويجب أن تدرس في المدارس، ويجب أن تدرس لأطفالنا في كل مكان. هذه التجربة الواعية، التجربة الجامعة، لم تأتي من فراغ، جاءت من شلال ونهر من الدماء حتى تشكلت هذه الرؤية. الآن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باقتحام جنين. والله أختي العزيزة، إذا كان أي إنسان جالس في بيته في أي مكان في العالم يتأثر من قرب أي شيء حوله، شبابنا ومقاومينا وأبطالنا يتأثرون بهذا الموضوع. لماذا؟ لأنه بصراحة واجه هذا المخيم أكثر من 5 معارك عام 2002، وحشد الاحتلال الإسرائيلي في حينه كل قواته، قوات النخبة من الجولاني والقفعات والأجوز وسلاح الهندسة والطيران، وجاء إلى أرض المعركة مين أخت العزيزة؟ رئيس الوزراء شارون ومفاز ويعلون وبن لعازر، يعني كل جنرالات الاحتلال الكبار، وليس صبية مثل بنت رئيس مجلس المستوطنات الذي لا يوجد له خبرة عسكرية مثل هؤلاء القادة، لكن عنده الجنرال جانيت الذي تعلم من التجربة الكبيرة، قال أنا أشك بأن إسرائيل ستستمر أكثر من ذلك. جنين بإمكانيات بسيطة جدا، وأنا بحكي لك الواقع، الاحتلال الصهيوني يعد بأعداد كبيرة جدا من دبابات وطائرات، وهدد باغتيال بالطائرات والقوات بالآلاف القوات، ومحاصرة جنين بالقناصة والمظلين، يعني أسماء ما خلق الله لها من سلطان. لكن المقاومين مجموعة شباب صغار ولدوا بعد معركة 2002، إمكانياتهم متواضعة بسيطة، يشترون الرصاص من جيوبهم كما قام الأبطال بعملياتهم مثل الرعد الخازم وضياء حمارشي، أشترى الرصاص من نفسه، يمول نفسه، يخطط لنفسه، يعد المعركة لنفسه، يواجه. والله العظيم هؤلاء الأبطال أختي العزيزة يعشقون الحياة، يعشقون الحياة. طيب ولكن دكتور جمال، إذا جاءت الشهادة، نعم، إذا جاءت الشهادة في الحياة، في عشق للحياة، فهي الحياة الأبدية، الحياة الأبدية في جنات الخلود. هذا ما يؤمن به شهدان. عندما سئل داود زبيدي ما هو طموحك من قبل الشهيد عبد الله الحصري، ماذا قال؟ قال شهيد، كما قال ياسر عرفات، شهيدا شهيدا شهيدا. من هون أختي العزيزة، جنين لن تخذل القدس، ولن تخذل غزة، ولن تخذل شعبنا الفلسطيني في أي مكان، وستكون دائما ودوما الصف الأول والخط الأول، ولن تنزل عن الجبل. لا يهمهم المواقع ولا المناصب، يهمهم فقط أن يكونوا أحرار وليس عبيد، لأن الحر. اسمح لي أن أسألك دكتور جمال عن نقطة ذكرتها، وربما يعني أشرت إلى التقليل يعني من شأن نفتالي بنت على أساس أنه ليس كسابقيه من تولوا رئاسة الحكومة الإسرائيلية وهم كانوا يعني قادة عسكريين، ولكن اسمح لي أن أنقل لك ما قالته صحيفة هارتس. قد تقول عن إمكانية أن تؤثر الاعتبارات السياسية الداخلية في قرارات بنت بشن عمل عسكري واسع على جنين، وأشارت إلى أن تدهور مكانته السياسية التي عكستها الاستقالات من ديوانه يمكن أن تدفعه إلى اتخاذ ما اعتبرته خطوات استراتيجية بناء على الاعتبارات السياسية الداخلية. ألا يمكن أن يؤدي ضعف بنت الداخلي إلى عملية عسكرية في جنين؟ وكأنه هروب إلى الأمام؟ بالتأكيد، لكن أنا بقول لك الهروب للأمام سيعجل من رحيله وليس سيثبت مكانته.
أنا لا أكلل من شأن نفتلي بنت، أنا بعرف أنه رئيس مجلس المستوطنات وبإسرائيل يشتغلون كمؤسسة، هناك مؤسسة أمنية، مؤسسة عسكرية تخطط، ولكن ليس بالضرورة كل ما يخطط له الاحتلال ينجح في جنين أو في أي مكان آخر. خطط لغزة كثيرا، ولكن المقاومة استطاعت أن تخطط ورغم الإمكانيات الأقل والإمكانيات المتواضعة. يعني أخت العزيزة، هل يتواجد في غزة قنبلة نووية أو قنبلة ذرية؟ وهل يتواجد في جنين أسلحة ثقيلة ومدافع وصواريخ سكود ومش عارف شو المسميات الكثيرة العسكرية؟ هي إمكانيات بسيطة جدا. ولكن الاحتلال كما فشل في ترويض وإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني سواء في غزة أو في جنين أو في القدس أو في كل مكان، فإن محاولة بنت الانتصار السريع سينقلب ثورة ونار ونيران على هذا الاحتلال. الاحتلال حاول بجنين من خلال الانتصار على الوعي في على شعبنا الفلسطيني في جنين. لذلك طوني بلير منسق الرباعية زار جنين أكثر مما زار رام الله. رئيس الوزراء كونداليزا رايس الأمريكية السابقة الراحلة إلى إن شاء الله الله أعلم وين، إلى جهنم، هذه رئيس الوزراء زارت جنين وأكلت في مطاعم جنين أكثر مما أكلت في رام الله. دايتون أكل في جنين وعاش في جنين أكثر من أي مكان آخر. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة بأن أهلنا في جنين يقولون للعالم أجمع وهم موحدين، مخيم ومدينة وريف، فصائل عمل وطني وإسلامي، الأب منويل أخت العزيزة عام 2002 جاء أحضر المال إلى مخيم جنين وقال هذا للسلاح وليس للتموين. شيرين أبو عاقلي دمها في مخيم جنين، جمعت مرة أخرى الهلال والصليب في رسالة واضحة للعالم بأن هذا المخيم لن يكسر ولن يهزم، وسيكون هناك حتى لو دخل المخيم وسيستطيعون دخول المخيم بيتا بيتا. ولكن هناك جيل سيستمر في المقاومة، سيستمر في المواجهة. وأنا أقول إن شاء الله أختي العزيزة نلتقي وسترون نفتلي بنت يجر أذيال الهزيمة من هنا من مخيم جنين. طيب سوف أسألك عن نفس الموضوع سيد محمد هلسة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى تغطية حلف القدس، وأجدد الترحيب بضيوفنا الكرام محمد هلسة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية معنا من القدس المحتلة، وأيضا دكتور جمال حويل عضو المجلس الثوري في حركة فتح معنا من جنين. قبل أن أتوجه إليك سيد محمد هلسة أذهب إلى هذا التقرير. معركة سيف القدس شكلت دافعا وحافزا لمئات الشبان لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية والداخل المحتلة بعدما فشلت نظريات الردع الإسرائيلية، واستطاعت المقاومة أن تكون ندا لجيش بكامل عتاده. تقرير نسرين سلمي. ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها، فنظرية الردع الإسرائيلية فشلت مع انطلاق أول صاروخ من غزة إلى القدس، ونظرية الرهان على تقسيم الفلسطينيين فشلت مع أول مظاهرة خرجت في الداخل المحتل نصرة للقدس والأقصى. ومع تضاؤل صورة الجيش الذي لا يقهر تصاعدت وتيرة المقاومة، ولعل أبرز تجلياتها كان من خلال الظهور العلني لشبان المقاومة في جنين ونابلس. عمليات المقاومة في الضفة اتخذت أشكالاً مختلفة، وهيبة الجندي الإسرائيلي وسلاحه تضاءلا، خصوصاً بعد أن استطاعت المقاومة الفلسطينية في غزة إثبات قدراتها باستهداف تل أبيب ومستوطنات القدس. المقاومة هي التي تبادر وتدير المعركة، وبالذات يعني وبالتالي أنا أعتقد أنها هزمت الاحتلال هزيمة نفسية وهزيمة ثقافية، وبالتالي أعطت المجال وفتحت المجال على مستوى الشجاعة وعلى مستوى الإقدام لهذه العمليات التي كانت فعلا من انعكاسات سيف القدس. معركة سيف القدس رفعت من معنويات الآلاف الذين خرجوا ليدافعوا عن الأقصى وحي الشيخ جراح بصدورهم العارية. العمليات البطولية وما تتعرض له مدينة القدس من جرائم على أيدي قوات الاحتلال هي وفرت عنصرا هاما في إشعال فتيل العمليات الفردية البطولية أو العمليات الجماعية وتطوير هذه الهبة الشعبية. ومما لا شك فيه أن نجاح عمليات المقاومة ولا سيما الفردية منها شكل حافزا لدى الشبان لمحاكاتها، خصوصا في ظل تواصل الاعتداءات بحق القدس والمقدسات. الأكيد أنه طالب
طالما بقي هناك احتلال فإن عمليات المقاومة ستتواصل ولن توقفها إجراءات الاحتلال بالاعتقال أو تدمير البيوت أو حتى الاستهداف بالقتل. نسر سلمي، رام الله، الميادين. سيد محمد هلسة، يعني دكتور جمال قال بأن جنين أخذت قرارها الحازم والحاسم بالدفاع عن كل الحقوق الفلسطينية والمقدسات الفلسطينية. اليوم أي نموذج تقدمه جنين، ولماذا يقلق الاحتلال إلى هذا الحد من هذه المنطقة بالذات؟ جنين هي الشوكة التي تؤلم هذا المحتل، الوجع في خاصرته. نموذج جنين يعني يؤلم هذا الاحتلال، يقض مضاجعه، وجنين توصل رسالتها بالحديد والنار، توصل رسالتها بالدم إلى هذا الكيان، بأن الفلسطيني يستعصي على القتل، يستعصي على القلع، يستعصي على الكسر. نموذج الإنسان الفلسطيني في جنين هو نموذج التحدي الذي لطالما قدمه الفلسطيني على امتداد الثورة الفلسطينية، على امتداد النضال الوطني الفلسطيني. إسرائيل أرادت من خلال يعني دخول في مسار سياسي ومن خلال اتفاق أوسلو أن تشغل الفلسطينيين بسلطة بلا سلطة، أن تشغل الفلسطينيين بموضوع الخدمات وبموضوع الرتب والدرجات وبغيرها، وبأن تقنعهم بأنها يعني قدمت لهم الفتات مقابل انشغالهم عن تمددها وعن بطشها وعن تهويدها لمدينة القدس. الذي قام به الفلسطينيون في مدينة جنين قلب الصورة وأعاد لحركة الحياة الفلسطينية سيرورتها الطبيعية. يد فلسطينية تقارع الكف الإسرائيلي، تقارع المخرز الإسرائيلي وتقف له بالإرصاد وتمنع تمدده. هذا المشهد الذي نراه في إسرائيل يقف في جنين، يقف عنده الإسرائيلي بالدراسة وبالتمحيص يوميا. ولطالما سمعنا محلليهم العسكريين والأمنيين يتحدثون عن هذه الحالة التي خلقت هالة من الرعب في نفوس الإسرائيليين، ليس فقط على مستوى التنظيمي وما ترينه من يعني مجموعات محسوبة على كتائب شهداء الأقصى وعلى سرايا القدس في جنين، إنما على المستوى الفردي. فغالبية الأعمال الفردية التي نفذت في مناطق الداخل الفلسطيني خرجت من جنين. إذن جنين تشكل رأس الحربة، تشكل نموذج المقاومة الحي، تشكل روح الحياة والمقاومة التي ينظر لها الفلسطينيون في مختلف الأراضي الفلسطينية ويحسدونها، يحسدونها على هذا الشرف، يحسدونها على هذا العطاء، يحسدونها على هذا الفعل. وإسرائيل في الطرف الآخر يعني تعيش ويل جنين، وتشكل لها جنين كابوسا يوميا، تحاول أن تفكك عقدته. ولا أعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تغامر بأن تخوض معركة فيها مواجهة على الأرض مع جنين ومع مقاتليها ومع أبنائها ومع أهلها، لأن هؤلاء المقاتلين لهم حاضنة شعبية. كل جنين وبمخيمها بسكانها بنسائها بأطفالها هم هؤلاء المقاتلين، وبالتالي حينما تفكر إسرائيل بالدخول لمواجهة عسكرية مع المقاتلين هؤلاء فهي ستدخل في مواجهة مع كل فلسطيني في الداخل. إسرائيل ستستمر في يعني فكفكة هذا التحدي الأمني بالتعاطي مع ما تسميه بالعبرية سيكول ميموكاد، يعني التصفية المحددة، ملاحقة بعض الرموز كما فعلت منذ ظهور وبروز ظاهرة جنين حتى هذه اللحظة، أن تقتل وأن تعدم وأن تلاحق وأن تعتقل بناء على معطيات وعلى معلومات استخبارية، لعلها تحاول بشكل أو بآخر أن تستريح من هذا الوجع الذي اسمه جنين. لكن جنين تثبت مرة أخرى بأنها كلما قتلت وكلما اعتقلت وكلما استشهد من أبنائهم كلما زادت جذوة المقاومة في جنين، كلما زادت جذوة العطاء في جنين. هؤلاء أهلنا في جنين عودونا، وعلى امتداد الانتفاضات المختلفة وعلى امتداد النضال الوطني الفلسطيني، بأنهم رأس الحرب. هذه الروح التي نراها في جنين نود أن نراها في كافة أراضي الضفة الغربية، وإن كانت لمناطق الضفة الغربية الأخرى خصوصياتها التي ربما لا يسمح المجال الآن للحديث عنها لنتحدث لماذا مثلا في جنين دون غيرها. لكن جنين هي رأس الحرب وهي تشكل مقتلا لإسرائيل، ولا أعتقد بأن إسرائيل قادرة على أن تخوض مع جنين مواجهة ميدانية على الأرض
تقتحم من خلالها المخيم وتعتقل وتقتل، لأن في هذا الأمر مغامرة إسرائيل لا ليست جاهزة لتدفع ثمنها في هذه المرحلة، وإن كان كما تفضلت أنه ربما يفكر فيه اليمين الإسرائيلي كمحاولة إلى الهروب إلى الأمام لمنع انهيار الحكومة الإسرائيلية المتداعية، التي بالمناسبة أعلنت مثلا عضو الكنيست الإسرائيلي غيداء ريناوي اليوم من حركة ميرت انسحابها على ضوء، يعني قالت بأنه على ضوء يعني أفعال الحكومة في مدينة القدس وفي غيرها. إذن هذه الحكومة فعلا في الواقع نعم الاستقالات تتوالى كما قلت محمد سيد محمد هلسة. دكتور جمال، يعني قال سيد محمد هلسة بأن إسرائيل تسعى من خلال الاقتراب إلى جنين إلى فكفكة هذا التحدي الأمني، البعض يقول بأنها تريد ربما محاصرة ظاهرة الاشتباك المباشر الذي تمثله جنين، ولكن أيضا على المقلب الآخر هناك توقعات أيضا من قبل فصيل من الفصائل النشطة في جنين كفصيل كتائب شهداء الأقصى، هناك توقعات بأنها سوف تتعمق أو تعمق من انخراطها في الميدان. هل لديك أي معلومات في هذا الخصوص بأنه يتم تناقل هكذا أخبار؟ أختي العزيزة، أنا والله أحيانا أستغرب من الكلام بهذه الطريقة في جنين. جنين قالها أبو رعد، جيش واحد وراية واحدة، ضياء حمارشي كتائب شهداء الأقصى، ورعد الخازم كتائب شهداء الأقصى. ماذا نقول أكثر من ذلك؟ أختي العزيزة رجاء، كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكل المقاومين هم منخرطين في جيش واحد. نعم، وأنا قلت دكتور جمال ستعمق أكثر، هذا يعني اشتباك أكثر، ولم أقل بأنها منخرط. نعم، هو منخرط أصلاً، يعني أنا لا أتحدث كمان باسمهم الأبطال المتواجدين على مدار الساعة. داود زبيدي سقط بالأمس أختي العزيزة. صحيح، داود زبيدي من حمل رايد زكريا زبيدي القائد العام لكتائب شهداء الأقصى. فبالتالي أختي العزيزة، داود زبيدي لمن لا يعرف، داود زبيدي كان يشكل صمام الأمان والمحامي الأول عن أبطال سرايا القدس وكتائب القسام وأبو علي مصطفى وكتائب الأقصى وكل المناضلين. هذا الكلام أتمنى عندما تقوموا في تقرير عن داود زبيدي، هذا ما كان يشكل داود زبيدي كما شكل زكريا زبيدي. فالمخيم أختي العزيزة منخرط كله في هذه المواجهة. أنا أتمنى، لأن لسان الوحدة، أتحداك أي متحدث يتحدث من مخيم جنين يتحدث بغير هذا الكلام. نحن جسد واحد، إذا استشهد أخ لنا في محمود الدبع عندما حوصر ابن سرايا القدس واشتبك لمدة 6 ساعات في بيته، من خرج ليدافع عنه؟ داود زبيدي والمقاومين مع داود زبيدي. فبالتالي أختي العزيزة، المقاومين في جنين كما تحدثت لك يا الآن، أبو رعد صرح بهذا الموضوع، وأبو رعد هو يعني بالمناسبة عميد في الأمن الوطني، وإن شاء الله كما قلت بالأمس سيكون لواء لجيش الفاتحين للقدس الشريف. الوضع في جنين صعب للغاية، ولكن كل ما يدور في داخل المخيم والمحافظة والله خارج عن نطاقات حساب العلوم العسكرية التي تدرس في الكليات، والحروب النظامية والحروب الكلاسيكية وحرب العصابات وفن الحرب لسن تزو وفن الحرب لميكافيلي، هي خارج كل هذا الموضوع، ويجب أن يدرس هذا الموضوع. أنا بالمناسبة قبل شهر صدر كتابي معركة مخيم جنين الكبرى عام 2002 التاريخ الحي من مؤسسة الدراسات في بيروت، وشرحنا كثير من العوامل التي عملت على انتصار، أو لا أريد أن أقول انتصار، ولكن كسب جولة من جولات المواجهة مع هذا الاحتلال كما فعلت معركة سيف القدس. لأن الانتصار الأكبر والهزيمة الأكبر عندما إن شاء الله ندخل فاتحين يدا بيد المقاومة في غزة وفي جنين وفي كل مكان في الضفة الغربية، عندما ندخل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. هذا طيب، هو النصر الكبير لشعبنا الفلسطيني. نعم، واسمع لي أيضا أن أوضح دكتور جمال، يعني أنا يعني خلفية السؤال يعني كنت واضحة، ستعمق أكثر، هذا يعني بأن الاشتباك سوف يكون يعني على المحك أكثر، وليس هناك يعني فصل بين فصيل وآخر. اسمح لي أن أذهب إلى سيد محمد هلسة. سيد محمد، أفيفا كخافي يقول رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل تواجه تهديدات من سكين جنين في الضفة الغربية حتى أصفهان الإيرانية النووية. هذا التصريح في أي إطار يوضع؟ وحضرتك يعني الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كيف يقرأ هكذا تصريح؟ هكذا تصريح يقرأ في سياق أن إسرائيل تفهم بأنها لا تواجه الفلسطينيين منفردين، وبأنها تقرأ اليوم رسائل هذا المحور الممتد.
من إيران إلى اليمن إلى سوريا إلى جنوب لبنان إلى لبنان إلى غزة إلى الداخل الفلسطيني إلى الضفة الغربية برأس حربتها جنين ومخيمها، إلى القدس أيضا برأس حربتها أهلها وسكانها ويعني المدافعين والمرابطين عنها. إسرائيل باتت تقرأ هذا المشهد وتدرك بأن أنها لم تعد قادرة على الاستفراد بأحد هذه المواقع دون أن يتداعى بقية أقطاب هذا المحور لنصرتها. هذا من ما أسسته معركة سيف القدس في جولتها الأخيرة حينما قيل بأنه لا يمكن الآن لإسرائيل أن تستمر في اللعب على وتر التفتيت والتشتيت ويعني الاستفراد، لأنها حينما تستفرد بكل جغرافيا منفردة عن الأخرى يحلو لها ويستسهل لها ويتحقق لها ما تريده، يعني بإمكانها أن تنجز مخططاتها وأطماعها. لا تريد لغزة أن تنشغل بهموم القدس، ولا تريد لإيران أن تنشغل بهموم فلسطين، ولا تريد لحزب الله أن ينشغل بهموم الأقصى والمقدسات. الآن هذه الرسالة التي يوصلها كوخافي ومعه المستوى السياسي والأمني واضحة، لا ليست بحاجة إلى مواربة. هم يدركون الآن بأنهم يواجهون محوراً ممتداً بدءاً من الحجر فالسكين فالصاروخ فالبندقية فالأسلحة التي تمد بها إيران محور المقاومة في غزة، في فصائل المقاومة حماس والجهاد الإسلامي التي بات الحديث عن أن إيران تزودها بالسلاح على الطاولة، لم يعد حديثاً سرياً أن إيران تتولى رعاية وتسليح وتدريب فصائل المقاومة بأنها تستفيد من خبرتها وبأن يعني هذا المحور علاقته ممتدة. وقد رأينا كيف أن السنوار في خطابه الأخير قال بالمناسبة بأن هذا المحور سيعمل على فتح قناة، ولا أدري على يعني ماذا اتكل، لكنه بالتأكيد لديه معطيات يعني بأنه يسعى إلى فتح ممر مائي وقناة مائية لكسر الحصار عن غزة. هذا ليس من العبث ولا هذا ليس فراغ. إذا توفرت الإرادة لدى هذا المحور وعمل كما يفعل الآن في مواجهة إسرائيل ومحورها الصهيو أمريكي العربي وعمل يدا بيد وكتفا بكتف، بالتأكيد قادر على إحداث إيذاء لهذا الكيان وقادر على أن يصيبه في مقتل كما فعلت الطائرات المسيرة وكما فعل مجاهدون ومقاتلون في الداخل الفلسطيني. هذه كلها إشارات بأن إسرائيل الآن تواجه هذا المحور مجتمعا. هذه الرسائل توصل لنا بأننا في هذا المحور الممتد قادرون على أن نؤذي هذا الكيان، أن نضربه في وجع، وبأن الأدوار تتكامل، بأن هذا السكين في جنين أو في الداخل الفلسطيني، وبأن هذا الحجر في مدينة القدس، أو أن هذه المرابطة في مدينة القدس، وهؤلاء المصلين العباد العزل كلهم حينما تتوافر إرادتهم قادرون أن يشكلوا حالة. لم يعد لدي إلا دقيقة واحدة، يعني اسمح لي أن أذهب بها إلى دكتور جمال. دكتور جمال، هناك زيارة مرتقبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني كيف تنظرون إلى هذا الزيارة من ناحية التوقيت والخلفية في دقيقة لو سمحت؟ يعني أتمنى على الرئيس الأمريكي الذي طرح في برنامجه الانتخابي بأنه مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتين للشعبين وفتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية في تعبير بأنها عاصمة الشعب الفلسطيني، وأيضا فتح مكاتب منظمة التحرير. أنا أعتقد لغاية الآن الأمريكان يتنكرون لحقوق الشعب الفلسطيني وسيستمرون، ومن يقول غير ذلك فهو يبيع الوهم للجميع. رسالتي بشكل سريع لشبيبة فتح في كل مكان، شبيبة مروان البرغوثي في كل مكان، أن تهبوا من كل مكان في الدفاع عن القدس ومسيرة الأعلام. فأنتم أيها الأحبة العمود الفقري للمقاومة والمواجهة، كونوا فدائيين يا شبيبة فتح ولا تكونوا سياسيين، التحموا مع الجماهير، تنتصروا دوما ولا تخسروا. كما قال الأخ يحيى سنوار بأن كتائب شهداء الأقصى هي عمود العمل الوطني، رفع أبو رعد راية حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى وعلم فلسطين بالإشارة يا شبيبة فتح، يا شبيبة مروان البرغوثي، يا شبيبة أبو علي شين وأبو عمار، أن تكونوا دائما في الميدان وأن تلتحموا مع الجماهير وأن تدافعوا عن القدس في بيتا وبرقة وفي نعلين وفي اللبنة الشرقية وفي كل مكان في فلسطين. شكرا جزيلا لك دكتور جمال لحويل عضو المجلس الثوري في حركة فتح، كنت معنا من جنين، وشكر موصول لك سيد محمد هلسة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس المحتلة، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.